السلام عليكم. موضوعنا هنطلع بيه لغايه مديريه امن القاهره، تحديدا منطقه المقطم. البلاغ اللي ورد لشرطه النجده بوجود جثه موجوده في احد الشوارع اللي موجوده هناك. بطل القصه دي كلها راجل خمسيني، هو وبنته، البنته طالبه جامعيه، وشاب تاني تلاتيني. المشاجره اللي حصلت ما بين الشاب وما بين الراجل الخمسيني، البنت شافت ابوها بيتخانق بطريقه معينه، ايه اللي تعمله في الوقت ده؟ تخيلوا المشهد قبل ما نتكلم عليه. ممكن مين يكون قتل الشاب ده؟ ولا الراجل الخمسيني هو اللي ممكن يكون توفى؟ البنت وهي ماشيه مع ابوها، او لو البنت شافت ابوها بيتخانق خناقه معينه وشافت ان في حد بيعتدي عليه بالضرب، البنت الطالبه الجامعيه هتعمل ايه في الوقت ده؟ تخيلوا المشهد وبعدها ردوا. هنقطع لغاية هنا وهنقول لحضراتكم، البنت لما شافت أبوها بيتخانق بالمنظر ده، كل اللي عملته إن هي طعنت الشخص ده طعنتين أدت بحياته للموت على طول. كل ده عشان المشاجرة اللي حصلت ما بين الخمسيني وما بين الشاب التلاتيني. البنت ما استحملتش إن أبوها في المنظر ده بيتضرب أو أيا كان، ضربت الشخص ده، مات على طول في الحال. النيابة اتبلغت بالموضوع ورئيس المباحث جه وأخذ الناس دي كلها او اخذ الاطراف دي كلها، وبدات التحريات وبدات النيابه تشوف الموضوع في ايه. ده الموضوع اللي حصل تحديدا في منطقه المقطم تابعه لمديريه امن القاهره. هنرجع لحضراتكم تاني. البنت اللي متربيه او البنت اللي بتعشق ابوها او البنت الكيوت او البنت الطالبه الجامعيه اللي المفروض ان هي متعلمه، المفروض في حاله زي كده تعمل ايه؟ ناس كتير قوي اعتقد انها تبقى معاها، واعتقد ان الصف الاكثر هيبقى معاها، ممكن يبقى اكتر من 70%، والله اعلم. وناس تاني برضو اعتقد انها ممكن تبقى ضد الموضوع ده، ان هي ممكن تكون اقدمت على الموضوع ده او ضربت الشاب ده بالمنظر ده وادت لحياته للموت. ما اعتقدش ان هي اصلا كانت قصده في حاجه زي كده. السبب للعلم مش مذكور عشان محدش يسالني على السبب، لان الموضوع ده حصل من ساعات قليله. اعتقد في خلال وقت بسيط ممكن ان شاء الله نعرف السبب الرئيسي في حاجه زي كده، ولكن كل الاطراف اتحولوا للنيابة العامة حتى بسؤال الجيران اللي موجودين في نفس المنطقة. ولكن السؤال لحضراتكم للمرة الأخيرة، بنت زي كده ممكن تعمل إيه لو شافت أمها أو أبوها حد بيعتدي عليهم بمنظر أو بضرب معين؟ أنا واحد من الناس، ربنا يا رب يسترها رب علينا وعلى حضراتكم. أتمنى الموضوع ياخد مجراه السليم، وأتمنى إن المحكمة تأخذ بعين الرأفة زي ما بيقولوا كده وروح القانون في الموضوع ده، وربنا يصبر أهل القتيل اللي حصل. في مجمل الأمور اعتقد برضو ان السبب لما يتعرف ممكن الواحد يغير رأيه في حاجة زي كده. والرأي لحضراتكم. ده الموضوع اللي كان منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة. مديرية امن القاهرة منطقة المقطم. السلام عليكم.